مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. نبدا مع حضراتكم اسبوع جديد ونبدا مع حضراتكم بدايه جديده. من النهارده اصبح المنافس معلوم. بنتكلم طبعا على مباراه القمه، او خلينا نقول بقى قمه القمم، يمكن تكون اهم مباراه في التاريخ هتجمع بين الاهلي والزمالك بطلي مصر وطرفي نهائي دوري ابطال افريقيا. ورغم انه حتى اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها القمه مهدده بالالغاء والبطوله ايضا، تفاصيل اكتر طبعا هنتابعها على مدار حلقه النهارده. مساء الخير يا ساره، واعتقد انجاز مهم جدا بيحسب للكره المصريه، لاول مره في التاريخ طرفي النهائي بيكونوا من دوله واحده.